مباراة الكاميرون والجزر رأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا الجولة الثالثة والأخيرة. لكي تشاهد المباراة ما عليك فقط الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم. ملعب المستضاف لهذه المباراة ملعب أومني سبورت بول بيا بياواندي. أما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون كالتالي: في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 6 بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساء بكل من توقيت السعودية وقطر والإمارات. أما بالنسبة للقنوات النقل لهذه المباراة: قناة بين ماكس وحيد الناقل الحصري لهذه المباراة بتعليق عصام الشوالي. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا الضغط بالزر لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصة الجرس على الكل لكي تتوصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. ونضرب لكم موعد في المواعيد المقبلة.